بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي محبي وعشاق الرياضة أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم الختام والاحتفال بالذهب يدعوكم للالتفاف معا حول شاشة قناة النادي الأهلي، نادي القرن، برغم ما يتعرض له فريق الأهلي في بداية من الدور التمهيدي وإصابة اثنين من أهم لاعبيه كان شكري وعبد العال، والحمد لله تمثلوا للشفاء، ترجع تاني وتعود بإصابة أب، ولكن طبعا النادي الأهلي نادي عريق ويقف أمام كل الصعاب لتحقيق البطولة الغالية جدا رقم 13 عفوا، والمحبوبة لدى جماهير النادي الأهلي. النادي الأهلي حاصل طبعا على البطولات وبيطمع بنسره بقى المحلق في سماء الرياضة المصرية باقتناس البطولات ومزيد من الانتصارات بفوزه عربيا وإفريقيا ومحليا، وتنظيم كده المسابقة زي ما عمل بطولة السيدات وفازت به ثلاث بطولات متتالية وإن شاء الله في طريقها للفوز بالكاس. ونادي الجيش الفريق الطموح المنظم اللي بيرسم أهدافه كده باستراتيجية عالية، بيدعمه في ذلك مؤسساته العسكرية اللي بتجعل من الرياضة طعم ورائحة النظام، وليس طبعا مهمة عنده النتائج قد ما مهم عنده الكيان، وإيمانا منه بأن النظام والعمل والحب بيتحقق المستحيل. وبنبدأ كده على بركة الله بقى المباراة النهائية الختامية لخير ختام البطولة الإفريقية، بعد ما طمنا نادي سموحة وحصوله على المركز الثالث بأن المباراة أو النهائي سيكون أهلي وجيش أو جيش وأهلي وسموحة، يعني الثلاث مراكز لمصر. بتشكيل الاهلي طبعا وقائمه الشرف اللي بتضم بقى تيفا عبد اللطيف عثمان وعبد الله عبد السلام وحليم ومعوض وعبد الرحمن حسين ودوله وعبد العال وحسام يوسف ومنعم وقطب سلامات يا قطب وشكري جويني ومحمد رمضان واحمد سعيد ويوسف الصافي، وطبعا جهازه الفني محمد مشرحي وتامر مجدي ومحمد عبد الحميد جمعه، خالد محمد ابو زينه، محمد احمد، هيثم عاطف، محلل تقني محمد زكريا، وجهاز الجيش المحترم طبعا فتحي وصلاح وممدوح، طبعا صلاح احمد صلاح وممدوح ورؤوف والحسيني وشبل والعشري ومحمد السيد ويوسف وعمر نجيب ودرون كالليبرو اسلام والشمرلي ولوني بجمبورو، وجهازه الفني طبعا محمد صادق رئيس البعثه وائل العيدي وحسام شعراوي وهاني سمير وعبد الله العشري ومحمد الوزير محلل تقني، وطبعا قيادات نادي الجيش العميد حازم ابراهيم علي رئيس جهاز الرياضه للقوات المسلحه، وعميد محمد صادق رئيس جهاز الكره الطائره ومدير البطوله، وعميد خالد دراز المدير التنفيذي، وعميد ياسر رفعت مدير النشاط الرياضي، ومحمود عبد الرحمن المدير الاداري للفريق. فريق نادي الجيش هنبدا بيه بصفته بقى ضيف في ملعب النادي الاهلي، وطبعا كانت بدات المباراه والنقطه الاولى كان اخذها الاهلي بفضل بقى ارسال كده عبد الله عبد السلام، ارسال قوي استقبال خارج 3 متر بيرفعها درونكا لاحمد صلاح، وثلاثي حائط صد من البدايه، ولكن يتفوق احمد صلاح ويرجع كده شبل على الارسال رقم 9 وكابتن الفريق، ارسال شبل سريع ولكن استقبال جيد وراء لشكري، وعبد الحليم ضرب كره صاروخيه ولكن في منطقه الثلاثة متر خارج الملعب يا عبد الحليم، وخد بالك بقى من البدايه كده الجمهور بيؤازر طبعا النادي الاهلي بيلعب في عقر داره، ونادي الجيش الغريم التقليدي على مدار ثلاث اربع اعوام سابقه، وادي منعم بقى اللي حل كده اساسي في بدايه التشكيل، وبيرجع محمد معوض يعمل لنا دفاع قوي، وادي اسقاط من احمد سعيد وتاني كوره بحوائط صد قويه وبيحاول عليها محمد معوض ولكن خارج الملعب. 3 الجيش 1 الاهلي، ومازال شبل على
الارسال، وادي ارسال سريع ولكن خارج الملعب، كانت لخبط كده الراجل انسايد ولا خارج، ولكن خارج الملعب. طبعا النهارده طاقم الحكام ما فيهوش مصريين خالص، لان طبعا النهائي مصري ما بين الاهلي والجيش، ورافع طبعا مزيد بقى من الحساسيات بين اللاعبين والفريقين. وشكري جويني على الارسال، واثنين الاهلي ثلاثه طلاع الجيش. وادي كره دبل او بوش باص كده، ولكن بقى هنا بحوائط صد قويه وبتتعلق كده الكره، ومنعم بيحط الكره في البتوين ما بين خمسه وسته، وترجع تاني لمعوض بدفاعات قويه. وادي منعم بيضرب وعلى التاتش كده خارج الملعب في ايد طبعا بوجمبورو او لوني. وبنهدي كده عبد الحليم من البدايه، السريع عنده قوي جدا ولكن كانت خارج الملعب في اللقطه الاخيره. وشكري جويني ما زال على الارسال، وادي استقبال جيد من درونكا وضرب سريع قوي للوني بجمبورو اللي برضه ما بتمسكش كده في حوائط الصد، واللي بيضرب من الادوار العليا. ومباراه النهارده فرديه ما بين بجمبورو وما بين عبد الحليم ودولا، كله عايز يكسب طبعا اقوى ضارب من منطقه منتصف الشبكه او اقوى حائط صد. وادي احمد صلاح ابن النادي الاهلي من عائله رياضيه بحته 100%، اخوهم الاكبر طبعا هشام صلاح واللي بدا في الاهلي وختم كده في نادي الشرطه ورجع تاني على الاهلي، وحاليا تارك الكره الطايره. ومحمد صلاح الاخ اللي لعب في العديد من الانديه وكان اجاز كده بدايه من الاهلي وبعدين جاسكو وبعدين بتروجيت، وبعد كده ياسر صلاح، وياسر ختم برضو كان في الشرطه وبعد كده راح الاهلي وماسك دلوقتي المدرب العام لفريق الانسات مع حمدي الصافي، واخرهم بقى احمد صلاح الاسطوره اقوى ضارب في العالم. وادي هنا بدانا نطلع سرد بلوك للسريع سواء لعبد الحليم او لبيجامبورو، وهنا بيشاور كده الحكم لا وخد بالك. وادي دولا وادي عبد المنعم، ومنعم كده بيمتص شويه حماس دولا عشان طبعا الراجل ده خبره وعارف ان المباراه لسه قدامها كتير. وخمسه اربعه للاهلي، وعبد الحليم ارسالات زاحفه ولكن استقبال اكتر من رائع لرقم سبعه رؤوف، رؤوف ابن طبعا الكابتن بقى رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي ومن ابناء النادي الاهلي هو طبعا والعديد من لاعبين نادي الجيش، وهو ده نظام الاحتراف. لا يعيب احد ابدا انه النهارده في الاهلي بكره في اي نادي تاني، وممكن يرجع لبيته الاصلي كمان. وادي هنا استقبال جيد وكره من المنطقه الخلفيه للمتالق دائما احمد صلاح اللي لا يصد ولا يرد، واللي نفسي كده انا شخصيا انه يختم بقى الكرة الطايرة في القلعة الحمراء. وإن شاء الله نشوف كده السيزون الجاي في إيه لأحمد صلاح. وستة خمسة طلاع الجيش ستة الأهلي، ورؤوف على الإرسال ولكن ضايع. رقم سبعة رؤوف، وأدي درونكا بقى القادم كده من مدينة أسيوط طبعا ابن من ابناء الكره الطائره وبرده من عائله رياضيه درونكا، في مصطفى اخوه طبعا كان من المؤسسين البيتش او الكره الطائره الشاطئيه في مصر مع ياسر عبد الله واحمد عبد الله، وليهم الاخ الاكبر طبعا طارق عبد الله بقى اللي كان بيلعب في درونكا ثم انتقل للاتحاد السكندري، وهو دكتور طبعا في تربيه رياضيه وسافر كده للتدريب باحدى الدول العربيه. عائلات بتميز الكرة الطايرة داخل الملاعب، وطبعا بداية كده بعائلة مصلحي بقى هاني مصلحي ومحمد مصلحي الاتنين برضو اللي كانوا في ملاعب النادي الاهلي لأكثر من 25 سنة، حققوا انجازات كبيرة جدا. وبتلف بينا الايام ونلاقي ميدو مصلحي المدير الفني للنادي الاهلي، وكابتن هاني مصلحي مديرا فنيا برضو لإحدى الاندية. وادي بقى الجمهور العظيم اللي بيملا جنبات الصاله بالنادي الاهلي، وفي اصرار كده شويه على اوجه لاعبي النادي الاهلي انهم يتعدوا المحنه اللي تعرضوا لها باصابه محمد احمد قرب.
وادي استئناف للحكم بعد وصول الاهلي النقطه الثامنه في التكنيكال تايم اوت و8 6 وارسال من احمد سعيد مع استقبال جيد وللرائع بقى لوني بيجامبورو اللي هيبقى الشغل عليه كتير النهارده، مع العلم انه معاه اثنين من عمالقه مصر عادل وحليم، ولكن طبعا الراجل ده بيضرب مميز جدا، ممكن يكون حوائط صده قليله قوي ولكن بيضرب بتميز واضح من فوق حوائط الصد. وادي ارسال كمان سريع ويحاول كده يلحقها احمد سعيد وترجع لمنعم بيرجعها في ملعب نادي الجيش، بيلمها على طول من المنطقه الخلفيه وشبل كده بتتاخد منه حائط صد، بينزل كده بمنتهى الحماس ما فيش اي مشكله خالص ان تتاخد منه بلوك، وطبعا لاعيبه اقوياء قصاد بعض وكل واحد بقى بيحاول كده يثبت وجوده ويأكد على زعامة ناديه للكرة الطائرة الإفريقية. وادي منعم العائد من إصابة الرباط الصليبي وبيحاول يعمل إرسال خططي ولكن خارج الملعب، وطبعا منعم من اللاعبين الجيدين جدا اللي افادوا منتخب مصر لفترات طويلة وكان بصفوف نادي الزمالك، ولكن بقى ادي الاحتراف اللي بنقول عليه وانضم لصفوف النادي الاهلي بقاله سنة وقعد كده بعيد عن الملاعب حوالي 8 ل 10 شهور ورجع تاني بالسلامة. وادي عبد الله عبد السلام المتألق واللي بيرقص كده حوائط الصد بطريقة عالية جدا، ولكن احمد سعيد خارج الملعب. تسعة الفريقين والارسال مع فتحي، ارسال طويل من فتحي على شكري وشكري بيستقبله ويشدها له معوض وفي ايد حوائط الصد، وهي دي الميزه بتاعت شكري بيجيد كده التعامل مع حوائط الصد وبرست ايديه بيغير اتجاهات الاعداد وبيأثر على الفرق اتجاهات الضرب عفوا، ودول على الارسال، ارسال سريع من دولة في مركز واحد واستقبال غير متقن من رؤوف، ولكن هنا بيقول الكرة محمولة من معد فريق نادي طلائع الجيش رقم واحد فتحي. طبعا ده بيفرق بقى معد قصير القامة من معد طويل القامة، يعني عبد الله لو عمل الكرة دي ما تبانش انها كاري لان هو طويل ويلحق الكرة على طول من فوق، لكن احمد عشان نزلت الكره منه شويه بانت ان فيها كاري. وادي هنا كره باتاك قوي جدا في ايد حوائط الصد الاهلاويه اللي بتعتبر من اقوى حوائط الصد اللي موجوده في البطوله سواء الافريقيه او في اي بطوله ثانيه. وادي الحسيني، طبعا برضو الحسيني ليه اخ ثاني صغير في النادي الاهلي وهو من ابناء نادي مدينة نصر وانتقل إلى النادي الأهلي كده بصفقة ويكمل مع النادي الأهلي فترات طويلة جدا ثم انتقل لنادي الجيش، ويعتبر برضو ليه عيلة رياضية هو وأخوه. وآدي عبد الله عبد السلام بإرسال قوي وتتعكس في البتوين الثاني ما بين واحد وستة وبيضرب الراجل كده وبتتحسب ليه انسايد لرؤوف عبد القادر. محمود رؤوف عبد القادر، وادي شبل من ابناء نادي الطيران شبل، وكوره في مركز اربعه قويه جدا لاحمد سعيد من فوق حوائط الصد لطلائع الجيش، والمباراه سجال من بدايتها لحتى الان 13 11 وحماسيه جدا من الجمهور، وان شاء الله تكون حماسيه جدا مننا طبقا لمجريات بقى اللعب والاداء. وادينا شايفين هنا اداء وجمل كده ودفاعات وحوائط صد قويه جدا، وادي كره بيقطعها كده من خارج ايد البلوكات شكري وبيحقق بيها نقطه مباشره بعد دفاعات قويه ومستميته من فريق نادي الاهلي. وادي الجمهور الذي لا يكل ولا يمل طول عمره ورا النادي الاهلي في البطولات، واول وقت مستقطع بيحصل عليه نادي طرائع الجيش. وميدو مصلحي بقى بالروح اللي عملها والاليه كده ما بينه وما بين اللاعبين، ونجد كمان بقى في مقارنه ما بين المديرين الفنيين برضو عندنا على الناحيه الثانيه وائل العايدي اللي بدا اساسا في الطيران ثم انتقل بعد دخول
مركز الليبرو، انتقل للنادي الاهلي وقعد حوالي 15 سنه بصفوف بقى او اقل شويه بصفوف النادي الاهلي وصفوف منتخب مصر، وانتقل بعد كده للتدريب ونفس الجيل من جيل 72 هو وميدو مصلحي. وادي كره ثانيه فيها دربكه وتنزل في ملعب طلائع الجيش، 15 الاهلي 10 طلائع الجيش، وبدا الى حد ما يظهر التفوق على ملعب النادي الاهلي باثاره كده من جماهيره واداء رائع جدا من لاعبيه. وادي كره انسايد، جاست انسايد فعلا، جود جادج الحكم، جود جادج المساعد. وبنصل للوقت المستقطع الفني الاول، والاهلي متقدم بفارق 6 نقاط. ناخد بالنا ان نادي طلائع الجيش لو عايز يدخل في الاداء لازم يأكد على الاستقبال ويوصل الكرة للمعدة عشان سناتر البلوكات تبدأ تشتغل في السريع. ومعانا بقى أحمد صلاح لو في الخط الأمامي أو الخط الخلفي ما يفرقش، ما شاء الله بيجيد التعامل والضرب من أي مكان، وده لو عايز نادي طلائع الجيش يدخل تاني في الأداء. ومعاه في مركز 4 إذا كان رؤوف أو الحسيني، الاتنين برضو يجيدوا التعامل مع حوائط الصد وبيضربوا بقوة. وزي ما بقول لحضراتكم ده لو عايز نادي الجيش يدخل في المنافسة للقاء وللميدالية الذهب. وعلى النظير طبعا النادي الأهلي اللي بيجيد التعامل مع كافة أنواع الإرسالات، وأدي النسر المحلق اللي قلنا عليه و1907 اللي حكينا تاريخها وحكينا بعد الأهلي وتعامل شكري جويني، واستقبال جيد وممتع المره دي. وادي الرؤوف الكره كده تعمل باندا وترجع تاني بعد ملامستها الحليم، وتاني الرؤوف وتعلى برده في ايد حليم وبيحاول عليها وشكله كده اتخبط ولا ايه حليم، ولا دي عصبيه؟ هنشوف كده. طمنا حليم، ولكن لا عصبيه بس في الاداء، احنا تخيلنا ان خبطه على الارض دوت ان في حاجه قلمته ولا حاجه، ولكن الحمد لله. وابو صلاح على الارسال، رسالتك بقى اللوزعيه يا احمد يا صلاح، ما شاء الله. واستقبال جيد ومتقن من محمد عبد المنعم، وبيطلع كده بقوه واقتدار، ولكن طبعا الشاشه جايبه لنا الحكم، ما شفناش النقطه اتحققت ازاي. السكور كده 17 المفروض 17-11. وادي كره لعبد الحليم، واستقبال جيد من رؤوف، وضرب من منتصف الشبكه قوي جدا للوني بجمباره. لوني عنده قياسات عاليه جدا من مواليد 89، وعنده طول 2.8 متر ووزن 99. اتناشر طلائع الجيش والارسال مع رؤوف، 17 الاهلي، واستقبال من معوض وعكس للملعب لاحمد سعيد من عبد الله عبد السلام، لكن في لمس للشبكه اثناء مهاره الهجوم كده من احمد سعيد. 13 طلائع الجيش 17 الاهلي، وما زال رؤوف على الارسال، محمود رؤوف. وتاني رؤوف اهو مع ارسال قوي، ولكن ياثر على استقبال النادي الاهلي ويرجع كده بسهوله ولكن بتضيع. وطبعا بنحب بقى نطمن جمهورنا الحبيب وجمهور وعشاق الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وطبعا احد اهم رموز الرياضه المصريه، وبيتعالج الان في ابو ظبي كده، بنتمنى له طبعا السلامه. ودي بعض الالام كده في الظهر، وان شاء الله هيقوم بعمليه بسيطه او جراحه بسيطه كده زي ما قال الدكتور او الطبيب الكوري اللي هيجريها، واكد الطبيب كمان انه ما فيش ليها اي مضاعفات، وان كابتن محمود الخطيب بين اهله واصدقائه في الامارات الشقيقه بحاله طبعا جيده الحمد لله.
وبيجري بعد الفحوصات الطبية والطبيب الكوري اللي مباشر عليه، وهو ما من كبار الأطباء رأى إن العملية تجرى بعد معاودة الآلام له، وإن شاء الله نطمن عليه ويرجع لمصر سالما غانما إن شاء الله. وكلنا نلتف كده حول الكابتن محمود الخطيب كرئيسا للنادي الأهلي ورمزا لأهم رموز الرياضة المصرية، وألف سلامة عليك يا كابتن بيبو. نرجع لمباراتنا كده بعد ما طمنا جمهورنا العزيز على الكابتن محمود الخطيب، و19 الأهلي طلائع الجيش 13. وادي استمرار كده للأداء، وأحمد على الإرسال، وكرة مع ضربة ساحقة جدا، ولكن ثلاثي حائط صد قوي جدا جدا من عبد الله عبد السلام وزمايله بقى دولة ومحمد عبد المنعم، واللي أخذوا نقطة مباشرة جدا للنادي الأهلي بقوة واقتدار من لوني، وتاني هتترفع في البوش باص للحسيني. ده يوسف أحمد، يوسف نزل أرضية الملعب. طبعا بقى احنا بنذيع من الاستديو ما بيجيناش التغييرات، وطبعا الصوره مش موجهه على اللاعب اللي غير، وبنفاجئ انه موجود داخل الملعب. وادي اسلام رقم 16 نازل على الارسال لقوه ارسالاته، وفي بقى بعض متابعينا كده وجمهورنا الحبيب اللي بيجي من المملكه العربيه السعوديه وبيطمنا كده على ادائنا، وبيطلب مننا نعلي نبرتنا الصوت شويه في الاتاك، وبنقول له طبعا جهد مشكور لحضرتك، وان شاء الله نعمل بالتعليمات ديت. وفعلا هنا الفريق بادئ يشد حيله كده، فريق نادي طلائع الجيش، ولكن الفارق ما زال 5 نقاط حتى الان. عشرين 15. وافكر حضراتكم ان الاهلي فاز على الطلائع في الدوري المصري للنسخه 2018 ذهاب وعوده. ويا ترى بقى الشوط الثاني بعد انتهاء هذا الشوط هنشوف كده الاهلي هيعمل ايه في فريق طلائع الجيش، ولا فريق طلائع الجيش ليه قدره ثانيه على التحول لاداء امتع ويصيب كده جماهيرنا بقى بالدهشه، وقد ايه حلاوه اللقاء وحلاوه الفرقة. وكرة كده بإرسال في الشبكة من إسلام، ويرجع تاني في التغيير ينزل لجمبورو ويطلع إسلام ويبدل مكانه ليبرو الفريق. ومنعم على الارسال، ارسال فلوتر ولكن ضايع برضو يا منعم. ما يصحش يا منعم، انت لاعب كبير ولعيب دولي سابق، وحاليا ان شاء الله بعد ما تروح ترجع كده من الاصابه نطمن عليك كده ان شاء الله وترجع تاني لصفوف المنتخب. وادي تاني ارسال سريع موجه على شكري، وضربه قويه جدا من احمد سعيد من مركز واحد اللي بيقوم دلوقتي محل بقى قطب، وبيضرب من المنطقة دي لأنها منطقة مهمة جدا للنادي الأهلي، وعشان الملعب ما يميلش ناحية واحدة. وأدى أحمد سعيد بياخد نقطة للنادي الأهلي. طبعا حل محل هو قطب، وكان ده تفكير سليم 100% لميدو مصلحي عشان يحافظ على شكل الأداء بالنسبة للاعب السنتر، وكان مهم جدا عشان اللاعب المهاجم بيجنبورو لوني بيجنبورو اللي عنده ضرب قوي جدا، وكان محتاج حائط صد قوي من منتصف الشبكة. الأهلي 23 طلائع الجيش 16، ودولة على الإرسال، وإرسال طويل مع استقبال جيد ورائع
وادي اسقاط هنا، ولكن محاوله جيده من دولا، واحمد سعيد من منطقه الخلفيه وبيعمل كده تراي على نفسه. وقد ايه الاداء ممتع، وقد ايه الاداء رشيق، وقد ايه الاداء حماسي جدا للاعبي النادي الاهلي. عايزين يا جماعه يحققوا حاجه لنفسهم ولذاتهم ولناديهم الكبير، وحاجه يقابلوا بيها كده رئيس مجلس ادارتهم كابتن محمود الخطيب بمجرد عودته سالما ان شاء الله من الامارات. وفعلا لازم تتعاد تاني الكره دي لحلاوتها ولجمالها. ان شاء الله كده تيجي بقى مع الاوقات المستقطعه تتعاد كاحسن لقطات داخل الشوط. وادي دوله تاني بارسال كده يجي في الحافه العليا وينزل بنقطه مباشره، و 24 25 16 وانتهاء الشوط الاول لصالح النادي الاهلي. في انتظار مزيد من الانجاز للنادي الاهلي، ويختمها كده بثلاثيه نظيفه، ولكن طبعا كلنا زي ما قلنا مصريين، والنادي الاهلي ونادي طلائع الجيش ونادي سموحه اللي حقق لنا المركز الثالث واللي خلى النهائي كله على منصه التتويج هيكون بلون علم مصر ان شاء الله، وكله يسعد بالتتويج سواء اهلي او جيش او سموحه. ونادي بقى الوطنيه نادي القرن النادي الاهلي اللي قدم لنا المزيد من النماذج الوطنيه، واللي كان فيه كعضو شرفي الرئيس جمال عبد الناصر في 1956 يناير 56، واللي كمان كان الشعار بتاعه زي ما قلنا وبنفكر حضراتكم في 1917 كان بيضاوي في النص كده النسر المحلق، وكان على الاطراف للعلم او للشعار كان فيه التاج بتاع الحكم الملكي. ومع 52 بقى تحولت مصر للجمهوريه، وطبعا تم بقى خروج الملك منها وشال الشعار او التاج واقتصر بس على النسر المحلق. حتى 2007 اللي جه بقى وقتها كانت الاحتفاليه بمئويه الاهلي، واللي كمل الشعار على كده وكتب تحتيه كلمه نادي القرن باللغه الانجليزيه. طبعا مع زحمه الاحداث بقى وزحمه اللقاءات ما ننساش ان النادي الاهلي طبعا هو بيفكرنا مع كل ما ننزل للشعار بتاعه ب 1907 اللي هي تاريخ انشاء النادي الاهلي او تاسيس النادي الاهلي، وكان على كبار الشخصيات طبعا وقت ذاك، وكان منهم بقى الزعيم مصطفى كامل والزعيم او طلعت حرب من مؤسسي الاقتصاد في مصر، وطبعا الزعيم مصطفى كامل مؤسس الوطنيه مع سعد باشا زغلول. وعشان كده بيلقب طبعا النادي الاهلي بنادي الوطنيه ونادي القرن، لان طبعا العمالقه والعظماء كثيرين داخل صفوف النادي الاهلي. ومع توقف جاي ان شاء الله هنسرد لحضراتكم رؤساء اللي مروا على النادي الاهلي وقد ايه كانوا بيتميزوا بالعظامه برضو والرقي. وجمهور النادي الاهلي العظيم. طبعا في الاستوديو التحليلي بقى مع الكابتن هيثم كده في عملاق من عمالقه الجيل الثاني في النادي الاهلي اللي حقق اول دوري للنادي الاهلي في 1967 1968، وكان ده في الفتره دي كان اول انشاء لجيل متميز كان بيقوده الكابتن سيد مصطفى وسامي السبيعي ويوسف مصطفى وزكريا مرجان وعبد الخالق وهبه وماجد منظور. وبعدهم على طول جه الجيل الثاني اللي كان فيه الدكتور عمرو علوان رئيس الاتحاد الافريقي وكابتن عبد الخالق وهبه وعدلي مصطفى وعبد الرحمن الوكيل، وكان في بقى الدكتور فؤاد عبد السلام اللي بيشرفنا هنا في الاستوديو التحليلي مع الكابتن هيثم. وطبعا بقى جيل الوسط اللي منه الكابتن ماجد مصطفى، والجيل الثاني او الثالث برضه للكابتن شعراوي. طبعا تميز كبير جدا لأجيال النادي الأهلي. عبد الله عبد السلام إرسال قوي جدا يا عبد الله ولكن خارج الملعب، والبداية كده لطلائع الجيش في الشوط الثاني 1-0.
ويوني او لوني ميجامبورو وعبد الحليم. عبد الحليم مش بيضرب من منتصف الشبكه، عبد الحليم بيتمطع ويفرد دراعه ويطير فوق الكل ويضرب من ناطحات السحاب الاهلاويه، وبيقول ما فيش حد قادر يوقفني ولا ايه. الله عليك يا حليم، الله عليك يا عبد الله يا عبد السلام. واحسن كمان من الاستقبال لشكري ولمحمد معوض. وادي هنا درونكا بقى، ولكن استقبال خارج 3 متر وبترجع كده لاحمد صلاح السهل الممتنع، ولكن انا شايف الحكم بيشير انها اوت اوت، بس احمد صلاح اللي ضارب، هي في ايد البلوك واوت، احمد صلاح اللي ضارب. شكله اتلخبط كده الحكم الاول، معلش هيرجع في قراره اكيد، لان احمد ضرب في ايد حوائط الصد وحسبها ايه، حسبها نوت باص، يعني ما جاتش فيه حوائط الصد، ولكن لا حرام، الكره ملامسه لحوائط الصد تماما، وجايه كده بتاتش من احمد صلاح لخارج الملعب. 1-1 وشكري 2-1 الاهلي، وشكري على الارسال، ولكن بقى يرجع الحق فعلا لاصحابه. والكره اللي فاتت كانت شويه مش عادله، ولكن طبعا الناس مش قاصده ولا حاجه، هو الحكم الثاني ادى اشاره كده انها في الحافه العليا للشبكه، وصدق عليه الحكم الاول، ويرجع الارسال لاحمد صلاح. يلا يا ابو صلاح بنستمتع بادائك وبروعتك، وادي ارسال طلقه ناريه ما شاء الله، وبيحاول عليها عبد الله ويطلعها فعلا، ترجع سهله جدا، وابو صلاح جاي من الارسال وجاي من المنطقه الخلفيه يضرب صاروخ ارض جو ارض كده لملعب النادي الاهلي بنقطه مباشره. 3 طلائع الجيش، 2 الاهلي. ارسال تاني من ابو صلاح، قلنا لحضراتكم قد ايه هو من عائله رياضيه ما شاء الله، وطبعا برضو نسينا في عائلته الرياضيه اللي بتلعب كره طايره والعاشقه للكره الطايره، عنده كمان ولاد عم سامح وحسام، والاثنين كانوا من لاعبي نادي الجزيره المصري ونادي الشرطه. وتاني حليم عبو، ارسال سهل ولكن استقبال غير متقن، وتاني ابو صلاح اهو بيلعب على سهوله قوي وبيحقق نقاط مباشره لفرقته بمنتهى السهوله كده، البلوكات ماسكاه، ولكن بيعرف يهرب ازاي من حوائط الصد، وطبعا ليه لاعب له قدرته وشهرته العالميه وفخر لاي مكان انه يضم احمد صلاح. وادي رؤوف بارسال كده واستقبال جيد وضرب من الزاويه الحاده لعبد المنعم، بيهرب من البلوكات واللي ما كانتش قافله كويس، ويضرب في الزاويه القصيره ومفيش دفاع ليها، ونقطه مباشره للنادي الاهلي. بيرجع احمد سعيد على الارسال، يلعب سبايك كده فلوتر واستقبال خاطئ من درونكا، ترجع اي حاجه وتتلبس كده في ايد البلوكات، ولكن دفاعات قويه او تغطيه جيده من النادي الاهلي، ورؤوف بيضرب في الاوت. اكيد مش هنكون خسرانين النهارده يا رؤوف، حتى باحتلالنا المركز الثاني فصاحب المركز الاول هيكون الاهلي، برضو بيتك وناديك، وطبعا بقى بقياده كده المدير النشاط الرياضي كابتن رؤوف عبد القادر في النادي الاهلي، يعني النهارده باي نتيجه كانت هيبقى في سعاده كده ان شاء الله في بيت ال رؤوف. وطبعا الاحتراف ما فيهوش الكلام ده، ولكن انا بقول بقى لبعد اللقاء، ولكن انا شايف رؤوف بيلعب بمنتهى الجديه وعايز يثبت وجوده داخل صفوف نادي الجيش، وطبعا بقى عايز ممكن يكون كده عينه على انه يثبت وجوده عشان يرجع لبيته وناديه تاني. ولكن انا شايف دلوقتي النادي الاهلي متفوق بنقطتين وتتشد في السنتر، ولكن اسقاط كده وتراي قوي جدا ودفاعات قويه جدا للنادي الاهلي بيحقق بيها نقطه مباشره، ويرجع على الارسال رقم 11 محمد السيد اللي نزل كده في الملعب من سنتر بلوك. وادي ارسال مؤثر واستقبال وضرب عنيف لدوله بنقطه مباشره. ايوه كده يا رجاله، امتعونا بادائكم سواء في الدفاعات او الارسالات والاستقبال يا معوض، والضرب السريع لدوله وعبه، وسواء بقى للاعداد للمتالق المتعنق عبد الله عبد السلام. وادي ارسال خارج الملعب مش وقته خالص، ولكن معلش الفارق ده لنقطه يا منعم.
وجانا دلوقتي بقى ان رجال يد الاهلي بيكمل كده المسيرة ويهدي فوز غالي جدا على الزمالك 21-18 في نهائيات الدوري الممتاز. الف مبروك لرجال اليد الاهلوية بفوزهم على الغريم التقليدي نادي الزمالك 21-18. ويرجع تاني للقاء اللي وصل نقطة التعادل حتى الآن، 7 الأهلي 7 طلائع الجيش، وأنا شايف كده عناصر أساسية من نادي الجيش خارج الملعب. وترجع الكرة لشكري جويني بيعمل إسقاط، ولكن دفاعات متألقة والكرة نازلة على إيد الدفاع فعلا، وهينده كده للحكم التاني أو هينده بقى يدي كارت ولا إيه. بيقول له ما تتكلمش خالص انا شايف، ولكن الكوره على ايد الدفاع وهيعمل اجين، ولكن انت غلطان ليه ما يتكلمش اصلا الراجل، انت ظلمته في كوره وادي الثانيه. ولكن طبعا الاسلوب بس شويه رجاله يكون بنرفع ايدينا ونروح للحكم الاول ونكلمه، وكره معاده يا ريت كده تتعدل النتيجه، الكره دي معاده 7-7 لسه. وادي فتحي واستقبال رائع وكرة بوش باص لشكري جويني بيضربها كده في حوائط الصد وترجع لابو صلاح، ولكن المرة دي كرة قوية جدا تتاخد كده دانك بلوك من ابو صلاح توصل الاهلي للنقطة الثامنة. 8 الاهلي 7 طلائع الجيش. وفي التوقف ده بننوه تاني وبنقول الف مبروك لرجال يد الاهلي اللي فازت على زي ما بنقول الغريم التقليدي بقى طبعا، والمنافسه شريفه ما بين الاهلي والزمالك، ولكن الاهلي حسمها في بطوله اليد بفوزه 21-18 في نهائيات الدوري. طبعا كانت السيدات برضو فازت قبل كده باليد، والباسكت برضو بنبارك له ما شاء الله، طفره ونهضه رياضيه باحتلال الكره الطائرة واحتلال اليد والباسكت لكافة البطولات. وطبعا ما ننساش نرحب بأبنائنا من مستشفى 57-357 ونقول لهم اطمنوا انتم جوه بيتكم وهنلتف كلنا ونمدلكم ايادي العون وربنا يشفيكم ان شاء الله، ومزيد كده من الكفاح بقى ليكم الفترات القادمة وتكونوا كده في مصاف اللاعبين الدوليين ان شاء الله، باهتمامكم بالرياضه واهتمام الدوله بيكم واهتمام النادي الاهلي العريق بتواجدكم في نهائي البطوله الافريقيه رقم 37، واللي ان شاء الله يحسمها لنا النادي الاهلي عشان الفرحه تبقى فرحتين، والفرحه الاولى بحصول الاهلي بالذهب، والفرحه الثانيه بحصول 3 فرق مصريه على المراكز من الاول للثالث. وادي يوسف عمل ارسال خططي كده، منعم بيستقبله خطا وتروح في مركز 4، ولكن منعم هنا بينقص كده كوره كانت صعبه، واللي لينا بنقوله واللي علينا بنقوله يا منعم. وادي كوره ثانيه وكانت صعبه برضو ليه فتحي، ولكن كوره تروح للنادي الاهلي 9-8، ويوسف كان متوتر شويه في ادائه فيها. في الملعب بقى رقم 14 عمر نجيب، طبعا انا بعتذر عن اني ما بلحقش اقول لكم التغييرات لاني مش بشوفها اصلا وهي نازله الملعب، احنا بنذيع من استديوهاتنا. وادي عبد الله عبد السلام، ارسال قوي لعبد الله ولكن خارج الملعب، هتمشي يا عبد الله ما تقلقش تمشي معانا كده الارسالات ان شاء الله. ورجع بقى لوني بجمبورو بعد ما وقف تماما وسيطرت الكره الطائره الاهلاويه عليه وضمت له كده الجناحين من الاطراف، والكابتن ميدو مسلحي بدا يطلع له دبل بلوكات او ثيرد بلوك كمان، ووقف في كورتين ثلاثه، بدا نادي الجيش او الكابتن وائل العادي يهبط شويه من لوني وما يشغلوش كتير زي الاول، لانه لقى ان مفيش طريقه ان احنا نكسب بيه، وراح ناقل على طول على خطوط بقى ابو صلاح اللي بيجيد حتى الان في الطائره لطلائع الجيش، وبيضرب في الزوايا شويه وفي اللاين شويه وبيحقق نقاط مباشره. رجع ابو صلاح على الارسال، ارسال قوي ولكن معلش في الشبكه. طبعا انا من محبي وعشاق احمد صلاح وعائله صلاح،
لاني عاشرتهم وقعدت معاهم فترات طويله سواء في نادي الشرطه بقى او في مختلف كده الميادين، سواء بنقابل بعض ضد النادي الاهلي او مع بعض في نادي الشرطه. وادي ارسال واستقبال عالي قوي من فريق نادي الجيش، وتايسون بيضرب كره على اللاين. طبعا عمر نجيب هو شهير بتايسون، وكان اخذ في بطولات افريقيا للناشئين كان احسن ضارب او اقوى ضارب، وتلقب بلقب تايسون ده لقوته البدنيه. وعيبه بيلعب ارسال وتاني لابو صلاح، ولكن ربنا يستر عبد العال الحمد لله قام سليم، وكان حائط صد قوي جدا. ودولا بقى بكتلته كده البدنيه العاليه خبط في عبد العال، ولكن الحمد لله ربنا ستر. حافظوا على نفسكم يا اولاد، المنتخب محتاجكم وانتم القوام الاساسي لمنتخبات مصر. بنضم عليها بقى اثنين من الجيش ولا ثلاثه، بنضم عليها زيهم من الزمالك، بنضم عليهم زيهم من الانديه المختلفه. واد احمد صلاح هنا بيصح كده زمايله، بيقول لهم ايه اللي بيحصل فينا، شد حيلكم شويه العمليه مش مستاهله. وتاسم بيقول له خلاص خلاص اهدى معلش. وكابتن وزير بقى وسطهم كحد بقى من المدربين الاكفاء والمحللين التقنيين العاليين جدا، كاب كده وروح الاب بيتدخل ويهدي الامور شويه. والمباراه فعلا عصيبه، واحمد صلاح بيتكلم من مبدا انه محترف ضد النادي الاهلي بيته الاصلي، وبيحاول طبعا يبقى ليه تواجد في اللقاء ويحاول كده يحقق البطوله الثانيه لنادي الجيش بعد ما احتل المركز الاول في 2016 وحصل على بطوله افريقيا، واحتل بطوله الدوري سنتين ورا بعض، والسنه دي راح الثاني للاهلي. فكان هو بقى عايز يمنع ان الاهلي او بشرف كده وحماس عايز يحقق لنفسه هو ولذاته حاجه، وضرب كره قويه والحكم حسبها نوت باص. والكره فعلا المره دي يا احمد هي نوت باص، عنده حق الحكم. انا مع الكورتين اللي فاتوا قلت لا الحكم ما عندوش حق، ولكن الكره دي فعلا نوت باص. وادي وائل العايدي بيحاول يكلم الحكم الثاني، ومش من حقك يا وائل خلي بالك، اي تحدث مع الحكم بيتم ما بين الحكم الاول وكابتن الفريق فقط، حتى احنا ما بيبقناش الحق ان احنا نتدخل او نتكلم. ومازال الحكم بيقول له العب ومالكش دعوه بالتحكيم انا شايف. وكابتن محمود بقى عبد الرحمن بيحاول كده يقول برده ان لا كده كتير، عندكم حق في الكورتين الاولانيين الكره اللي جت تاتش والكره اللي نزلت ارضيه الملعب، ولكن دي لا دي نوت باص فعلا. وادي هنا استقبال وكره واداء ممتع من تايسون، طلع كده وضرب كره قويه بنقطه مباشره. وشكل كده المباراه موديانا بقى لحته كده من الحماس والاجاده مختلفه تماما عن اللي اتفرجنا عليه كله في البطوله الافريقيه. وفعلا مباراه مختلفه لفرق مختلفه، فرقه الاهلي وفرقه الجيش اللي بتقدم لنا نموذج رائع للاعبين الدوليين اللي بيدعموا صفوف مصر بدون محترفين بصرف النظر عن شكري جويني. وادي كره فيها رالي، كان ممكن الحكم يحسبها كاري ولكن ما حبش بقى، لان كده يبقى تقل العيار قوي وترجع تاني لما درونكا ومركز اربعه اللي بيشوط احمد يوسف كده على ايد التتشاط خارج الملعب القادم من الزمالك. طبعا احمد يوسف واللي كان عنده قصه شهيره كده بانه موقع للزمالك، ولكن لقوا ان التوقيع دوت يعتبر باطل لانه كان موقع كده زي تعهد ان ما يتمش انتقاله لاي نادي تاني. ولكن طبعا الاتحاد لا يعترف الا بالعقود الموثقه عن طريق الاتحاد المصري، وتم اتمام صفقته وانتقاله لنادي الجيش. وتاني ترجع لملعب الجيش، وادي احمد صلاح هيبدا بقى يشتغل على الاطراف القليله شويه، او عفوا يا عبد العال احنا عارفين ان البلوك عندك مش قوي بنسبه زي الاستقبال والاتاك. وبيحاول النهارده الكابتن ميدو مصلحي يعالج النقاط ديت ويداري عليك كده في البلوكات، ومحطك مع لفه الاثنين الضريبه، لكن بيشتغلوا مع احمد صلاح. وخد بالك يا كابتن ميدو، احمد صلاح من القوه الضربه اللي هيستخدمها نادي الجيش كتير. يا سلام لو تجيب عبد الله عبد السلام مكانه في الطرف ده، او يعمل هو بلوكات من مركز اربعه، لان عبد الله طويل وبلوكه متقن اكتر من عبد العال، او يكون معاه فرد الاثنين احمد سعيد. وخد بالك ان الاثنين الطرفين بتوعنا قصيرين، وعقبال ما بيسيبوا الارض بياخدوا مسافه كبيره وبتعمل تاتشات كتير. وادي عبد الله في المنطقه الخلفيه،
عماني عبد الله وزي ما بقول يثبت احمد، يثبت عبد العال في اثنين، يطلع هو بلوك من هناك ويجي هو هنا عشان احمد صلاح، وفعلا بتهيألي كان ممكن يعمل كده اللفه دي، ولكن ينتقل الارسال لاحمد سعيد. ارسال سريع خارج الملعب، مش وقته يا سعيد، قللنا الفارق خالص وبقى 14 الاهلي 14 طلائع الجيش، ومحمد السيد سنتر بلوك اللي نزل مكان شبل على الارسال، وادي استقبال اكتر من رائع، وعبد العال باتقان كده واجاده ودلع كده يحط الكره برست ايديه في ايد حواط الصد خارج الملعب، و16 الاهلي طلائع الجيش 14. حضراتكم ان في ناس عظماء استلموا قياده النادي الاهلي، وكان منهم طبعا الفريق عبد المحسن مرتجى، كان في سنه 65 67 ورجع تاني في سنه 71 ل 80، وكان بقى المايسترو صالح سليم من سنه 80 لسنه 92، والكابتن محمد عبد صالح الوحش من 88 ل 92، ورجع تاني الكابتن صالح سليم من 92 ل 2002، واللي يعتبر من اكبر او اكتر الفترات اللي استلمها رئيس نادي بالنسبه للنادي الاهلي، وبعدين الكابتن حسن حمدي من 2002 ل 2014، والكابتن او المهندس محمود طاهر من 2014 ل 2017، وجي بقى الكابتن محمود الخطيب من 2017 حتى الان، وان شاء الله تتم المسيره على خير للكابتن محمود الخطيب ويرجع سالما الى ارض الوطن. وادي ارسال ضايع زي ما بنقول بلا معنى وبلا عنوان، ويرجع نادي الجيش تاني نقطة 15، وفتحي بيلعب ارسال ولكن استقبال ما كانش جيد، وشكري بيعكس كورة كده ولكن فتحي بيلحقها، وابو صلاح بيعمل اسقاط قدير جدا بنقطة مباشرة، وتاني فتحي ما زال على الارسال. ستاشر الجيش 16 الاهلي، وادي من منتصف الشبكه ولكن دفاعات قاتله ومستميته لفريق نادي الجيش عمر نجيب، وترجع سهله تاني وتتقلب للخط الخلفي لاحمد سعيد، ما بيكدبش خبر على طول، فينك يا قطب ما شاء الله عليك يا سعيد، وان شاء الله كده تقوم لنا بالسلامه وفرقتك تجيب لك الكاس ده هديه ليك. مع التوقف هنقول لكم بقى مقارنه ما بين مشوار النادي الاهلي في البطوله بالنسخه السابقه 2017 رقم 36 والنسخه الحاليه رقم 37 في 2018، وادي كره كده بتاخد ايد الجويني شكري وبعصبيه كده يطلعها شكري، لازم يبقى عندنا ثبات انفعالي يا شكري، انت لاعب محترف. ويرجع يوسف على الارسال، هيلعب ارسال خططي على شكري وفعلا، ولكن وديها لعبد العال، واحمد سعيد تاني ناخد بالنا عبد الله ما انتقلش على احمد سعيد من مركز اثنين، لان هو اتجاهه معروف في الضرب وبيضرب في الزوايا، ولو اتمسك هيبقى مشكله عندنا وهيبقى اتمسك الجناح اللي الطرف اليمين بتاعنا، ولازم نستخدمه كده على فترات، مش زي قطب بيضرب زاويه ولاين، وادي الكاميرا فين والكوره فين، وادي عبه بقى ضرب كده كوره جامده قوي من منتصف الشبكه لحقناها بالعافيه، عشان نقول لعبه برافو عليك، ونقول لاحمد سعيد ونقول لعبد الله عبد السلام ايوه كده عبد الله لازم ننوع، وخلي بالك بقى اللفتين اللي فاتوا ارسالك كان ضايع، ولكن احنا في المقطع الثاني من الشوط الثاني ولازم ناكد ارسالنا شويه يا عبد الله. 18 الفريقين، ايوه كده ارسال فعلا كويس، وادي كره هنا مسقطه اي حاجه مش بتاعه لوني الكور دي، ويرجعها محمد معوض لارض ملعب نادي الجيش، وتاني في مركز اربعه، وادي معوض قد ايه اجاد
اتقن الفتره دي. وادي الجويني اللي طلع بكتفه وراح بيميل كده بريست ايديه وبيحضن بقى مدربه ويقول له قد ايه احنا جامدين قوي في الكرات دي. عبد الله عبد السلام ما زال على الارسال. وارسال تاني ولكن ضايع. ينتقل الارسال لنادي الجيش و19 الجميع. جمهور عظيم للنادي الاهلي. وادي اسلام ارسال قوي. عشرين الاهلي 19 طلائع الجيش. ويا ترى المباراة واخدانا لفين؟ هل هيفوز بيها النادي الاهلي، هيفوز بالشوط الثاني ويأكد ده في الشوط الثالث، ولا هتقلب بقى المباراة ولا ايه؟ طبعا كله متعة وامتاع للجماهير داخل الصالة والجماهير الملتفة حول شاشة قناة النادي الاهلي. وادي شكري هنا مع استقبال جيد من تايسون وضربة ساحقة قوية للاعبي نادي الجيش من منتصف الشبكة محمد السيد بنقطة مباشرة داخل صفوف او داخل ملعب النادي الاهلي. عشرين الفريقين واحمد صلاح على الارسال. وارسال قوي ولكن استقبال ممتع ورائع من محمد معوض وترجع تاني سهلة. وكرة كده اي حاجة في مركز اربعة بيضربها جامد جدا من فوق حائط الصد وترجع تاني، ولكن بحائط صد قوي تتاخد من احمد سعيد. قلنا يا عبد الله احمد ليه زوايات معينة بس بيضرب فيها، وخد بالك من النقطة دي، واكيد الكابتن ميدو مشلح منبه عليك. وتاني ابو صلاح ما زال على الارسال وربنا يسهل يا ابو صلاح. طبعا نتمنى لك التوفيق ونتمنى للنادي الاهلي برضو التوفيق. 21 طلائع الجيش 20 الاهلي. وبدأت كده تقلب الجيم ولا ايه؟ ولكن ما يكملش بقى الارسال لاحمد صلاح وينتقل مره ثانيه لنادي الجيش. وادي هنا حليم او عبو بيقول لاحمد سعيد كده اهدى شويه ومش عايزين التوتر يا عبو. احمد سعيد برضو لاعب من اللاعبين صغار السن، عنده 24 سنه بس ما شاء الله مكسب للنادي الاهلي ومكسب للمنتخب القومي. وادي استقبال رائع واحمد صلاح، كره كده بتاخد رجل او ايد عبه بقى ويضربها احمد صلاح من الادوار العليا وبيوجه فيها بريست ايديه وبقوه ما شاء الله ويحقق نقطه مباشره. وادي تغيير بيتم في صفوف نادي طلائع الجيش، بيطلع فتحي وينزل ممدوح عشان يزود البلوكات شويه في نادي طلائع الجيش. وما ينفعش يا تايسون لعيب دولي وبتضيع الارسال في نقط حساسه زي دي. 22 الاهلي 22 طلائع الجيش، والناس كلها عماله تهدف بعض كده مش عارف ايه التوتر. وهنا بيطلع بقى عبد الله عبد السلام وينزل يوسف حسام يوسف 2 متر و4 ما شاء الله حسام، وعنده ارتقاء لحوائط الصد عالي جدا حسام 3 متر 25. واحمد سعيد على الارسال. زي ما بنقول يا ترى الجيم مودينا لفين؟ احمد سعيد رقم 18 ارسال فلوتر خفيف. وادي استقبال كان غير متقن وتاني منطقه خلفيه لاحمد صلاح وتعمل كده خداع ولكن يلحقها بسرعه احمد سعيد، وكره تاني في الديفنسات او في الدفاعات وتطلع خارج الملعب في الشارع من عبد العال. وادي بقى الجمهور العزيز جمهور النادي الاهلي اللاعب رقم واحد في كل لقاءات النادي الاهلي، ووقت مستقطع بيطلبه نادي طلائع الجيش.
الله على الروعة في التشجيع وعلى الأداء المثالي الجميل. ما زال أحمد سعيد على الإرسال، وكابتن ميدو مصلحي دلوقتي بيحاول بقى يعمل حالة متفردة كده داخل صفوف النادي الأهلي بحب وود بين اللاعبين، وشايفين إن التايم أوت كله مر على اللاعبين كده بإنهم بيحاولوا يقربوا وجهات النظر من بعض ويحضنوا بعض زي ما احنا شايفين اهو، وده بيبقى مطلوب في كل نقطه. ويفرق الاهلي دلوقتي 24-22، واظن الجيم ده هيبقى محوري بالنسبه لفوز النادي الاهلي. لو انتهى بكده وفاز ممكن الشوط الثالث ما يبقاش قوي للدرجه، وهنشوف كده، لان طبعا نادي طلاع الجيش حاول هنا باقصى من طريقه وباستماته انه يحصل على الشوط الثاني، وان شاء الله بقى هيحسمه نادي الجيش نادي الاهلي عفوا 24-22، ولا هيكون الجيش كلمه تانية. ادي احمد سعيد وخارج الملعب يا احمد يا سعيد، لا لسه في كلام تاني ولسه في اقاويل بقى واحاديث كده بين الفرقتين، و23 لنادي طلاء الجيش 24 الاهلي، وما زال كده للحوار بقيه. الحكم هنا اشار بوقت مستقطع، وطبعا لاعب الجيش بقى ما خدش باله ولا ايه، فلعب ارسال طبعا، طبعا غير صحيح قانونا. وادي عبد الله هنا بيفهم زمايله، ده طبعا مع خبره عبد الله بقى، عنده 35 سنه ولعب كمحترف في ايطاليا ولعب مع المنتخبات القوميه ومحقق قبل كده رابع عالم مع منتخب الشباب، وليه باع طويل طبعا في الكره الطايره، فبياخد المعلومه من مدربه كابتن محمد مسلحي ومن الكابتن تامر مجدي ومن محمود جمعه وينقلها للاعيبي، وهو دوت الدور اللي مطلوب ككابتن فريق. وارسال تاني هيبقى سهل بقى مع محمد السيد، وادي هنا كره كده بيعلق بيها عادل، يعلق بيها سنتر بلوك لوني بجمبورو، ويضرب كده من فوقيه وينهي الشوط الثاني 25-23. وهل هيستمر المسلسل بين الفريقين وتقريب النتيجه لفارق نقطتين، ولا بقى هيتزعم الاهلي من بدايتها كده وينهي اللقاء 3-0؟ وهيكون بقى لنادي الجيش اكيد كلام تاني، لان نادي الجيش لا يكل ولا يمل ولا يعرف اليأس، وطبعا لاعبيه من اللاعبين الدوليين المخضرمين ومعاه جهاز فني جدير جدا بانه يحول النتيجه، ولكن ده كله بيعتمد على قد ايه هيكون عندهم الدافع والاصرار والعزيمه. وادي الكاميرا هنا بتجيب لنا بقى يوسف حمدي الصافي ابن الكابتن حمدي الصافي مدرب النادي الاهلي المدير الفني لفريق الانسات. وقد ايه الاداء المثالي للجمهور زي ما بنقول، ولو قلت لحضراتكم على قد ايه التهنئات اللي بتيجي لينا واحنا بنعلق على المباراه من جمهورنا الحبيب سواء داخل جمهوريه مصر العربيه او خارجها، قد ايه ناس كتيره بتهني النادي الاهلي على ادائها العظيم، وبتهني برضو النادي الجيش على وصوله للنهائي، وبتهني ايضا نادي سموحه على حفاظه او حصوله على المركز الثالث وحفاظه في تاني مشاركه ليه على المركز الثالث، بالرغم من انه مشاركاته في البطوله الافريقيه هي مره في 2016 وحصل على المركز الثالث، وتاني مشاركه ليه في 2018 وحصل ايضا على المركز الثالث. أطفال مستشفى 57-357، وبرفقتهم بقى كابتن هويدا موندي مدير التنفيذي للاتحاد الإفريقي وعضو مجلس الاتحاد المصري للكرة الطايرة، وطبعا ليها باع طويل داخل أروقة وصالات الكرة الطائرة بقيادة بقى الدكتور عمرو علواني كرئيس للاتحاد الإفريقي، والمهندس خالد ناصف سليم ابن المرحوم ناصف سليم رئيس الاتحاد الأسبق. وادي نور ياسين لاعبه الفريق الاول بطائره الاهلي النسائيه ولاعبه المنتخب القومي، وزي ما بقول لحضراتكم في عائلات كتيره قوي داخل الكره الطائره، وده اللي بيميز بقى الاسره الواحده والعائله الواحده، وطبعا نور ياسين بنت
كابتن او العميد ياسين امين من عضويه مجلس اداره الاتحاد المصري للكره الطايره، وادي الكابتن ممدوح المشرف العام على الكره الطايره. على الجهاز الاداري يعني في الكره الطايره الاهلاويه طبعا. ما زلنا بقى منتظرين كده استئناف اللقاء في الشوط الثالث. والمتوسطات بقى السريعه كده اللي بنعرفها عن الفرقتين، بالنسبه للنادي الاهلي عنده في السن المتوسط بتاعه 27 سنه و4 شهور، نادي الجيش عنده 29 سنه، طبعا نادي الجيش اكبر في متوسط السن. متوسط الطول الاهلي متر 98، الجيش متر 95، يعني المتوسط بالنسبه للاهلي طبعا اعلى. وفي الارتقاءات انا شايف متوسطات الاهلي فيها تميز، 3 متر 46 في السبايك او الهجوم، وفي البلوكات 3 متر 28، ومتوسط المباريات اللي اتلعبت الدوليه 12، وطبعا نادي الجيش بقى مش مدينا متوسطات لفرقته. وادي زئير الجماهير. استمتاع الجانب الاخر من الجمهور بقى، سواء الجانب النسائي او كبار السن او الاطفال. واثنين لا شيء للنادي الاهلي، وان شاء الله تكون كده نختمها بالعلامه الكامله وثلاثه لا شيء، مع احترامنا الكامل لفريق نادي الجيش ومجهوداته. ولكن لو قارينا في كل المراكز هنلاقي في مركز المعد كابتن عبد الله عبد السلام وحسام يوسف اطول من معدين نادي الجيش، واكثر خبره من العشري ومن فتحي، ودي طبعا حاجات بارقام ما بتحتاجش ان احنا حد يقول لنا ان فيها تحيز. وسناتر البلوكات الطول 2 متر 11 لدولا ولحليم اطول من سناتر البلوكات اللي موجوده في نادي الجيش، واكثرهم خبره واكثرهم مشاركات دوليه، وبرده ده بالارقام. ولاعبي اربعات محمد عبد المنعم وشكري المحترف وحتى احمد عبد العال، كلها مقارنات كده مع بعض، وان كان يتساوى شويه لاعبي اربعات. ورجع تاني الحسيني لملعب نادي الجيش، واللي بنعمل كده ان الجيش يقدم لنا بقى سيمفونيه في الصوت دوت، ويحطنا تاني على قمه التالق وقمه الاثاره مع النادي الاهلي. وادي هنا ارسال قوي مع استقبال نقول عليه معقول، وكره من المنطقه الخلفيه لاحمد سعيد. وان كنت مصمم بقى على ان بلوكات الجيش لو قفلت الزوايا لاحمد سعيد من الضرب الخلفي هيبقى في تاثير كبير عليه، وياخد الديفنس ياخد في الزاويه الطويله. ولكن طبعا لكل مدير فني رؤيته، واحنا بننقل صوتنا بس من الاستديو. وادي هنا تاني احمد صلاح، ومعلش بقى احمد صلاح ما بيتمسكش ما شاء الله، قفلت له اللاين بيضرب لك زاويه طويله، قفلتها بيضرب لك زاويه حاده، وهي ده اللي بيميز احمد صلاح في الاعوام السابقه وتميزه في كبطل او كاحسن ضارب في العالم. وادي محمد معوض بيستقبل كده كره كانت صعبه شويه، وشكري بيعمل اسقاط لكن مقري قوي يا شكري، ويشدها فتحي ليه مش وقت السكور دلوقتي لسه احنا بدري، ويشدها تاني فتحي. وادي عبد السلام والحليم اللي طلع بسرعه جدا وبعصبيه كده تتشد الشبكه، ولكن طبعا احنا مقدرين الاداء الحماسي لنادي الجيش. والمحترف لوني بيجامبورو ما عملش اي حاجه حتى الان في حوائط الصد، وان كنت انا عند رايي ان هو حوائط الصد بتاعته قليله، هو ضربه بس اللي بيكون من عالي، لان طبعا ضرب السريع المفروض ان يبقى بيتميز بالسرعه، ولكن الراجل بياخده من عالي بسرعه وبقوه، وهو ده اللي مميزه كلاعب محترف. بيرجع احمد صلاح على الارسال و2-2. ههدي كده اللقاء مع حضراتكم شويه عشان لو طول عن كده. احمد صلاح ارسال قوي واستقبال خاطئ من معوض، ترجع كده سهله. وادي بقى لوني هنا بيستقبلها بغرابه شديده، وكانت الكره على سن الشبكه، يعني كان المفروض تطلع تاخدها دانك بلوك يا لوني، ولكن هنا كره مضروبه من طلائع الجيش في تاتش بلوكات حوائط صد النادي الاهلي، وترجع تاني لاحمد صلاح على الارسال.
ارسال من ابو صلاح، ولكن خد بالك يا صلاح دلوقتي نسبتنا في الارسال 50%، بتلعب ارسال قوي جدا والارسال الثاني بيضيع، يعني واحد داخل واحد خارج، يعني 50% موجب و50% سالب، يعني النسبه في المحصله بتكون لا شيء. لازم ناخد بالنا من الاحصائيات دي لانك لاعب دولي وعارف معنى الكلام ده كويس. وادي عبه هنا بارسال سريع كده ياثر على استقبال النادي الطلائع، وترجع تاني فيها رالي وفيها اليه كده بين الفرقتين، ولكن احمد سعيد بقى بتتقفل له الزاويه بتاعته وما بيلاقيش حل، ونقطه مباشره لنادي الطلائع نتيجه بلوك كده من احمد سعيد. 4 الطلائع 3 الاهلي، ويوسف على الارسال سريع يا يوسف ما شاء الله، وشكري كده بيستقبلها غلط وترجع تاني للطرف عبد العال، وتتشد في المنطقه الخلفيه لاحمد صلاح بيضرب في التاتش، ولكن مش باينه ابو صلاح الكره خارج الملعب فعلا، والحكم شافها كويس. ارسال احمد سعيد وخطا في الاستقبال ما بين درونكا وما بين الحسيني، وبيعاتبوا بعض كده في وقت اظن ان لو فرق السكور مع النادي الاهلي نقطتين كمان ممكن يوصل خلاص بنهايه الشوط، لان في توتر على اداء الفريقين، واللي هيكون عنده ثبات انفعالي اكتر هو اللي هيكسب. وادي كره هنا للمنطقه الخلفيه لابو صلاح اللي بيضرب كره، ولكن دفاعات قاتله للنادي الاهلي، وبترجع سهله في ملعب الجيش بيخش عليها لوني، ولكن بتترفع للحسيني اللي بياخد الكره خارج الملعب، وشكله كده مقريف الحسيني ومش قادر يركز مش عايز يلعب ولا ايه، ولكن طبعا الكره كانت مرفوعه كويس يا حسيني وضربتها خارج الملعب باستغراب شديد لزمايلك. مازال سعيد على الارسال، 6 الاهلي 4، وما بيكدبش خبر يرفع للحسيني، وهو ده بقى حسيني يلعب يلا من البدايه كده وشد حيلك، انت لاعب قدير جدا وعندك امكانيات عاليه قوي، يعني انا بفكر اخدك معايا كلاعب محترف في صفوف نادي الفيصلي. وادي هنا الاهلي 6 طلائع الجيش 5، وتاني كده كره باستقبال خاطئ من شكري، واحمد سعيد ضرب بقوه غاشمه ولكن خارج الملعب. الفريقين ولوني على الارسال، ارسال سريع واستقبال من شكري جيد، وكره قويه جدا من عبد العال بيضربها كده في من طرف الملعب في مركز واحد، وكان شكلها حلو. عبد العال ده ولا شكري؟ هنشوف. هو عبد العال فعلا لانه لسه راجع على المنطقه الخلفيه وراجع على الارسال، فعلا عبد العال اللي ضرب الكره القويه دي من طرف الملعب بنقطه مباشره. وادي كره ثانيه من عبد العال استغل فيها كده الحسيني وترجع سهله اي حاجه، وشكري بالايد الشمال الايد اللي مش على عدلته، ولكن الراجل دوت زي ما قلت بيجيد التعامل مع اي كره، ووصل الاهلي للتكنيكال تايم اوت 8 و8. جمهور الاهلي العظيم بنحب نسمع ليه هتافاته قوي، هتافات منظمه ومحترمه، وهدفها الوحيد هو التشجيع بمثاليه. طبعا بقى اقتبسوا كده وليه كلمة التشجيع الإيطالية، يعني الله أو يعني أداء كويس. إرسال عبد العال، نرجع تاني للقصة ولسه فيها أقاويل وحكاوي كمان، وأدي كرة هنا بصنعة لطافة كده الراجل ياخد نقطة من بين حوائط الصد في مركز واحد،
وبنقطة مباشرة كده سهلة، وسبعة طلائع الجيش، ثمانية الأهلي، وما زال في الحديث بقية، وفتح بيرجع على الإرسال ويستلم أحمد صلاح اللفة وهو فارق نقطة واحدة. هنشوف كده لما يخرج للفة الخلفية هيبقى الفارق قد إيه. وادي استقبال تاني من عبد العال وشكري. الله عليك يا شكري، الله عليك يا ابني. الراجل ده ما عندوش حاجة اسمها القوة، عنده حاجة اسمها العقل، ازاي اجيب النقطة. ودي ممكن لعلمك صفقة بقى بتبقى من العيار التقيل، اللي لو اي حد كده شاف شكري يقول لك يا عم ده مش لاعب محترف، ده ما عندوش عضلات، ده مش قوي، ولكن الراجل طالما بيعرف يجيب لي نقطة فهو اكيد يستاهل الاحتراف. وادي هنا في منتصف الشبكة باسقاط، وعادل كده يمد ايديه يطلعها وترجع تاني من شكري، وكان عاملها الاسقاط دوت لشبلي رقم 9، وتاني من مركز 4-2 عفوا، ولكن هنا في حضن البلوكات وبيحاولوا عليها كده النادي الاهلي بتراي من احمد سعيد، ولكن محاولة غير ناجحة للحاق بالكرة، وترجع كده تاني لنادي الجيش. وادي تغيير بينزل بقى من رؤوف وبيطلع الحسيني. كابتن وائل العايدي كده شايف ان الحسيني مش حاطط نفسه في فورمة يتم الاعتماد عليها. وادي بقى اعظم مشجع في الكون لاعظم نادي في الكون، وكرة تانية كده باستقبال جيد من شكري، وحليم مطع نفسه فيها قوي، كان نزلت لمستوى البلوكات وقدر يلمسها منه شبه، والكرة دي كانت اوت بيكلمه احمد صلاح، ولكن معلش يا ابو صلاح هو جابها وخلاص وهيقلبها كده عبد الله، وفعلا حصل. وهنا بقى صلاح هيقول له انت جبت الكره ليه؟ بيقول له الكره اوت. اهدى يا ابو صلاح، عندك حق طبعا الكره كانت اوت، ولكن اكيد هو ما يقصدش، هو ما حسش بخطوط الملعب تحت رجليه، ومعلش شجعه انت لعيب كبير، ويلا شد حيلكم شويه عشان تمتعونا بالاداء. ارسال عبد الله عبد السلام في منطقه حساسه جدا في الملعب في مركز واحد، ولكن بتلاقي هنا ضرب قوي من منتصف الشبكة من شبل، وبتكون كده بكرة ساحرة من فتحي اللي بيحطها في نص الشبكة، ما بتلاقيش أي هجوء، أي حوائط صد أو استقبال. الفارق ما زال نقطة واحدة، شبل على الإرسال، وادي استقبال كان خاطئ، ولكن شكري بيحاول يعدل خطأه، وزي ما قلت لكم معاه ما شاء الله عمالقة في حوائط الصد، معاه لوني بجنباره ومعاه يوسف، ولكن بيضرب في ايد لوني جامد قوي على خارج الملعب، كورته سريعه جدا وبيغير اتجاهها في اقل من الثانيه. وادي شكري، وارسال كان قوي برضو على رؤوف، ترجع كده الكوره هتبقى سهله، وخلاص بقى قفل ابو صلاح ولا ايه، وبيتسع كده الفارق ل 12-9، وهيطلب هنا وقت مستقطع اكيد الكابتن وائل العايدي، وفعلا طلب وقت مستقطع يحاول كده يعدل بيه الاداء بقى، ويعدل بيه مزاج فرقته، ويقول لهم لازم الكره الاولى تروح، ولازم نخدم شويه على ابو صلاح وهو في المنطقه الاماميه، وخلي بالكم الغلطه في فوره عشان ابو صلاح يعني فعلا قوه ضاربه لا يستهان بيها، وبيطلعوا له ثلاثه بلوكات ولازم تعملوا عليه كفر كويس، وتتابعوا كده الكره خارج الملعب ولا داخل الملعب. مشوار النادي الاهلي في البطوله السابقه كان فوز على بافيا الكاميرون 3-0، وعلى الترجي 3-0، وعلى اهلي بني غازي 3-1 في الدور التمهيدي. في دور الثمانيه فاز على السجون الكيني، وفي دور النصف النهائي على اهلي بوعلاليج، وفي النهائي فاز على النجم الساحلي 3-1 واخذ منه البطوله. في النسخه اللي قدامنا كان المشوار اطول، ولكن طبعا هو في الدور التمهيدي كان اسهل شويه، فاز على نيمو ستار والشرطه الايفواري والسجون الكيني وريد سكيم بطل لسوتو واسبوار الكونغول بنتيجه واحده 3-0، وفي ربع النهائي على الخدمات العامه الكيني 3-1، وفي نصف النهائي على سموحه 3-0، وفي النهائي الان على الجيش متقدم 2-0 و13 14-9 حتى الان، وما زالت القصه مستمره، وما زالت طائرة النادي الأهلي تحلق في سماء ملعبه بالجزيرة، وما زال الجمهور مستمتع، ركاب طائرة النادي الأهلي اللي مستنيين بقى
تهبط الطائرة بسلام بعد حصولها وتتوجها على البطولة رقم 13 إن شاء الله، عشان ترفع كمان رصيد مصر ل 19 بطولة بدلا من 18. وخرج هنا فتحي ونزل العشري في تغيير نمطي، وأبو صلاح طبعا على الإرسال برست إيديه، ولكن معرف أبو صلاح مش في الفورمة بتاعته المزاجية، وبيتعمل هنا التغييرة المزدوجة. كان العشري هيطلع طبعا مكان أبو صلاح وهيخسر كده القوة الضاربة بتاعته من الخط الخلفي، وكان إسلام نزل مكان فتحي، كان الجوز خيل كده التغييرة، ولكن استنى شوية لغاية لما إرسال أبو صلاح يخلص، وبكده يبقى ما عندكش قوة ضاربة من المنطقة الخلفية، وهي كانت مهمة النهاردة يا كابتن وائل العايدي عشان ارتفاع حوائط الصد، ولكن انت اضرب فرقتك. وادي هنا استقبال قوي جدا، وادي المحترف بقى اللي ما بتمسكش معاه ثلاث حوائط صد، وكان طبعا حليم بيبقى عنده شوية عشان الطول بتبقى الاشارات العصبية ضعيفة شوية، فالكرة تنزل قدامه ما بيحاولش عليها. 11 طلاع الجيش، 15 الاهلي. يوسف على الارسال، وما زالت القصة على وشك الانتهاء. وادي كرة تانية من احمد سعيد، ودفاعات قوية ومستميتة، وعبد الله عبد السلام ويعكسها لاحمد سعيد. وادي بقى احمد سعيد هنا كان سمعنا ولا ايه بين الشوطين، وكنا بنقول ملوش الا الزاوية، ولكن الراجل جاي بيقول لي انت غلطان، انا بضرب لاين كمان وبجيب نقط لفريقي. وجود جيم يا احمد سعيد، تستحق عليها يا ابني الانجاز والاعجاز مع فريق القرن، فريق النادي الاهلي. ستاشر 11 في التكنيكال الثاني والوقت المستقطع الفني الثاني. وزي ما قلنا طبعا بنقدم بقى كل الشكر والتقدير طبعا لجهود نادي الجيش اللي كان مكافح لغايه لما طلع للدوري الممتاز، وقعد بقاله حوالي اكتر من 3 سنين بينافس كده لغايه لما حصل على بطوله الدوري وبطولات الكاس وبطولات افريقيا، وما سابش حاجه الصراحه الا ما عملها، وده كله طبعا في ظل بقى قياده نظامية أو قيادة عسكرية بتسعى دائما وراء الهدف الأعلى. وزي ما قلنا بمزيد من التوفيق كده، نادي الجيش ما بيهموش الانتصارات قد ما يهمه قد إيه إعلاء شأن الرياضة المصرية. وأدي هنا كرة قوية جدا، وبيشاوروا آوت، واللي بيشاور إنسايت، وكل بيقول لا وكل بيقول آه، وهنشوف بقى الحكم الأول هيقول إيه، والحكم الأول قال لا خارج الملعب، وتنتهي القصة بتاعت كرة لوني بجنباره الى خارج الملعب. طبعا نادي الجيش بقيادته بقى زي ما قلنا العميد حاسم ابراهيم رئيس جهاز الرياضه، والعميد محمد صادق، والعميد خالد دراز، والعميد ياسر رفعت، وكابتن محمود عبد الرحمن المدير الاداري. وادي هنا استقبال جيد من درونكا، وكره كده اوت سايد، وبتعمق الجراح في الشوط الثالث 18-11. وزي ما قلت لحضراتكم كانت النقطتين من 9-8، وقلنا النقطتين دول لو اتاخدوا هيبقوا جوهريين جدا في الشوط، وفعلا فائت فرقة الاهلي، وبتحاول كده تختم السيمفونية ب3-0. وان كان الاهلي لو ما ضاعش منه الشوط بتاع الخدمات الكيني كان هيبقى حاصل على البطولة بدون هزيمة ولا شوط، ولكن ان شاء الله يكمل بقى السيمفونية في مباراة النهاردة بتقدم كده 6 نقاط في الشوط الثالث، ويرجع بجنبوره على الارسال. وزي ما اشدنا من شويه بجنبوره والضرب العالي او الضرب من مستويات عاليه في ال3 متر، هنشوفه بقى كده هيعمل ايه في ارساله، وارساله سريع فعلا ولكن باقتدار عبد العال. وادي دوله ودفاعات قويه جدا، وترجع كده ترجع سهله الملعب الاهلي من احمد يوسف،
وبيلمها شكري، وتاني في المنطقه الخلفيه لاحمد سعيد اللي نوع وشكل وغير من ادائه وغير من اسلوبه، وبدل الزوايا اللي اتقفلت له، وقد ايه ميدو مشلح دوت بينبه لعبته فعلا وراجل واعي قد ايه، قال لاحمد سعيد انت اتقفلت لك الزاويه ابدا اضرب لاين، وفعلا ما انتبهش ليها نادي الجيش حتى الان، والراجل رابع كره يضربها لاين. وقد ايه احمد سعيد كان متالق حتى الان، وما زال التالق له عنوان، وكره ثانيه اهو وتالق لنادي الجيش ايضا واحمد سعيد، ولكن الكره كانت مزنوقه بس اتصرف فيها كويس وترجع لشكري، وشكري عمل اسقاط عند الراجل اللي واقف، وتاني تشد في مركز اثنين، واسلام بيقطع كوره كده تيجي في حوض الصد وتنزل داخل ملعب الاهلي. اسلام على الارسال، ارسالاته قويه جدا اسلام، ولو ما انتبهناش ليها هيقلل الفارق، ولازم ننتبه من دلوقتي اما نوقف الملعب او ندافع عن الارسال دوت بطريقه الدفاع مش بطريقه الاستقبال، يعني يبقى هم كله ان انا اعلي الكوره بس في الملعب عشان حد يطلعها. ومميز اسلام ما شاء الله في الارسالات، ما بنحسدوش ولا حاجه، ربنا يوفقه ويكرمه معنا دي. وادي ارسال تاني ولكن محمد معوض بقى، وادي شكري بقى من فوق حوض الصد بقى ونقطه مباشره، وتايسون كده اتهز شويه في الاداء، ولكن طبعا تحيزي مش جاي من فراغ، مش عشان انا اهلاوي او في قناه النادي الاهلي، ولكن الاداء بيجبر علينا ان احنا نقول قد ايه الاهلي مميز في هذا اللقاء، قد ايه الناس فرحانه باداء الفرقتين، ولكن طبعا الاهلي مميز اكتر. وادي كره انسايد، وزي ما بنقول تعمق الفارق الى مرحله النهايه، وبنلملم اوراقنا ولا ايه، فارق 21-14، تاني كده 21-14، واتنين لا شيء للنادي الاهلي، وحماس منقطع النظير لصفوف النادي الاهلي، وادي جمهوره العظيم اللي سامعين صوته قد ايه منظم. مع استئناف اللقاء وتكمله الشوط الحاسم شوط الذهب، وعدوله كده او دوله لعب ارسال كان صعب قوي، ولكن حائط صد قاتل جدا في توقيت قاتل قوي. وادي بقى قد ايه الفرحه كده، ولكن طبعا لسه يا عبد الله، لسه يا مصلحي، الراجل كان قاعد في الارض، لا بيطير عليه عبد الله عبد السلام وبياخد منه احضان كده لحائط صد قوي جدا، اخده من الحسيني، بيعمق الفارق لاكثر واكثر لاكثر من 8 نقاط تقريبا، و22 14 فعلا. وادي كوره هنا في المنطقه الخلفيه واسلام خارج الملعب، وما زال محتفظ الكابتن وائل بقوامه اللي موجود داخل الملعب، خلاص بقى مش هيرجع احمد صلاح، فارق 9 نقاط مع النادي الاهلي، صعب التعويض، صعب التكمله بهذا الشكل، ولكن النادي الاهلي يستغل الفرصه ويضغط اكثر على طلائع الجيش ويحقق النقطه 23. وادي ارسال ثاني، والحسين هيضرب ولا منطقه خلفيه، ولكن مع اسلام، والراجل هنا زي ما تقول بقى العشري بيكمل على الصوت ولا ايه، بيرفع لاسلام كده كور ما يقوس منها، ولكن طبعا النقطه 24 لنادي الاهلي بتعمق الفارق وتعمق الجراح، وطبعا ما فيش حد هنا خسران، كل الفرقتين ما شاء الله كسبانين، كسبانين بتواجدهم داخل ارض مصر، بتواجدهم في البطوله الافريقيه، فايزين بالمركز الاول والثاني. طبعا النادي الاهلي على مدار البطوله كله يستحق التتويج، يستحق انه يكون البطل، وكفاح بقى واصرار نادي الجيش طبعا يشكر عليه، والجمهور هنا في منتهى الثوره كده او الاثاره، وان صح القول كلهم فرحانين بنهائي مصري جميل جدا ما بين الاهلي وطلائع الجيش، وفرحانين كمان اكتر بان المركز الثالث كمان لنادي سموحه. وادي دوله بقى وكره كده معديه، والمعد كان امامي فما اتحسبتش عليه، ولكن هنا حسب ان المعد خلفي، وينتهي اللقاء
وينتهي القصة بفوز الأهلي البطل بالنسخة رقم 37 والبطولة رقم 13 له ورفع رصيد مصر 19 بطولة. ألف مبروك للنادي الأهلي وعودة إلى استديوهاتنا استديوهات القناة النادي الأهلي العظيم مع الخبراء بقى الدكتور فؤاد عبد السلام والكابتن ماجد مصطفى والكابتن شعراوي ولهم كل التحية وكل التقدير وبقيادة بقى الكابتن هيثم نستمتع معاه بتفاصيل كده المباراة. وكان معكم معلقكم عزب الشرباجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحكي عن الروح اللي هو سرها ريحة بلدها تشمها هنا في المكان فرقهم هزنا علشان خلاص عزت تلاقي والأكيد إن إحنا حنروح كلنا
مش مجرد اسم او شعار، مش بس لون فانيلا يشبه دمنا، مش بس فرحة بكل في لحظة انتصار، ده معنى عايش فينا جوه قلبنا. فرحته من فرحتي ذكريات عمري معاه،